قناة ذوق وبنا، مرحبا بكم. شان لو بونغو، سويي لي بيانفوني. السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه، الاهل كامل بخير، يومكم سعيد مبارك ان شاء الله. البنات اليوم على بركة الله وبعد الصلاة على خير الأنام، علي أفضل الصلاة والسلام، راح نحضر معكم السفنج ولا الخفاف. اليوم راح نشوف السفنج أخياتي في ذوق بنا. لهذه الوصفة يا أخواتي راح نستعمل أن بول ماشي معمر نتاع الفارينة، عندي ملعقة صغيرة نتاع السكر، عندي ملعقة صغيرة نتاع الملح، عندي ملعقة صغيرة نتاع الخميرة الكيميائية، وملعقة كبيرة نتاع الخميرة الفورية، عندي أيضا شوية نتاع حبة حلاوة. نستعمل أيضا الماء دافي، هذه مقاديرنا لوصفة السفنج أخواتي. بسم الله على بركة الله، راح نحضروا السفنج نتاعنا. نحتاج أيضا ماء دافي كما قلت لكم. أول حاجة راح نعملها هي أني نحضر لو لوفا. راح نحط لهنا في الغيسيبيون شوية نتاع الماء دافي، راح نضيف له أخواتي السكر، مقدار ملعقة صغيرة نتاع السكر، راح نضيف أيضا الخميرة الكيميائية معذرة، راح نضيف أيضا الخميرة الفورية. هذا هو اللوفان تاعنا أخواتي، حطيت الخميرة الفورية والخميرة الكيميائية، حطيت السكر وحطيت أيضا الماء، حطوا الماء الدافي. هذا هو اللوفان تاعنا. الحاجة الجديدة اللي راح نضيفها في السفنج في الخفاف هو حبة حلاوة، راح نعطوا الخفاف نتاعنا مذاق نتاع حبة حلاوة. هذا هو، راح نضيف له فارينة، ما نكثرش الفارينة، راح نحط باسكو هذا لوفا فوالا، كيما اللي موالف نحضروه للخبز ولا نحضروه للبيتزا، نحط القليل من الفارينة، نحركو مليح يا اخواتي ونخلو هذا لوفا تاعنا يخمر. كي نشوفوه طلع نعاودو نفرغو عليه الفارينة اللي راهي متبقيتلنا. هذا هو اللوفان تاعنا اخواتي. الملح خياتي ما نضيفوش دروك، نخليه حتى كي نحط الفرينه اللي متبقيه نضيفها على هذا اللوفان باش ندير هذيك الكميه نتاع الملح مع هذاك حبه حلاوه. هذا هو اللوفان تاعنا، راهو بدا يواسي شويه. راهو بدا يخمر، ان شاء الله سنة 2021 يا خياتي تكون سنة خير وبركة، ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء والبلاء، ان شاء الله ربي يشافي كامل المرضى واللي راه متمني حاجة ان شاء الله ربي يحققها له. نتمنى صراحة انه ترجع المياه الى مجراها الطبيعي، يعني نرجعو غير كيما كنا، بزاف علينا ما كاش كيما الصحة، الصحة هي الصح. وينقص هذا التروماتيزم، الناس راهي كامل تروماتيزي من هذا الكوفيد، ان شاء الله يختفي نهائيا علينا هذا الكوفيد 19، يروح مع سنة 2020، ان شاء الله تروح كامل الهموم معها، ان شاء الله سنة خير، سنة وسنة نجاحات وفلاحات. نرجعو للسفنج تاعنا خياتي، شوفوا هاو بدا هذاك اللوفان يخمر، نزيد نخليه غير شويه ونضيف له هذيك الفارينه. البنات السفنج كي نحضروه بهذه الطريقه، يعني نحضروا له اللوفان، راح يجينا مليح، راح يجي ما شاء الله، راح يجي خفيف ان شاء الله. هكذا صافا خياتي، هاو طلع معنا هذاك اللوفان، راح نضيفوا الفارينه. دوك راح نستعمل يديا باش نخلط هذا السفنج، فوالا نحط الفارينة
الكميه نتاع الفارين اللي استعملتها. ولا خصتنا الفارين كان جانا شويه جاري اكيد نزيدو شويه بطبيعه الحال. راح نستعمل يدي لهنا راح نلمو وراح نخليه يزيد يخمر. نضيف الملح اخواتي فوالا الكونتيتي اللي نحتاجها كيما هكذا. نزيدو نضيفو حبه حلاوه نخلطو هكذا مليح يا اخواتي. هذا هو السفنج اخواتي بعد ما وجدته. نخليه يخمر نخلي السفنج تاعي يخمر و اون ميم طون نروح نوجد المقله. كي يشوفو خمر شويه نوجد المقله ندير فيها الزيت. نخلي الزيت تسخن مليح ديجا راه بدا يخمر. نخلي هذيك الزيت تسخن مليح و وراح نطيبو على بركة الله. نقص لها ونطيبو. نقدر نستعمل زوج مقلات، مقلة نحطو فيها شوية غير يشم ريحة النار فيها، والمقلة الزوجة نطيبوه فيها تماما. هذا هو السفنج تاعنا. أنا درت كونتيتي صغيرة، نتوما تقدرو تكثرو لا كونتيتي. أو خمر السفنج تاعنا أخواتي، شوفو يطلع ما شاء الله. راح البنات دوك راح نشمخ يدي بشويه نتاع الزيت. راح ندي كميه منو فوالا. كيما هكذا راح نحطها هنايا في لاسيت. انا عامله فيها شويه تاع الزيت. راح نزيد نشمخ يدي بالزيت. راح ندي كميه اخرى. تبغوا تصغروا تبغوا تكبروا كيما تبغوا فوالا. راح نحطها هنا ايضا غير هكذا حتى نكملهم كاملين. هذا هو اخواتي كماكم تشوفوا لهنا راني قسمته جوني 6 حبات. دوك راح نرفد بالوحده ونثقبها في الوسط ونحطها في المقله. البنات كي نبغي نرفدهم نشمخ يدي بشويه نتاع الماء. نحط الحبه لهنا فوالا ونخليها غير شويه ونعاود نرجعها في الزيت اللي اولا. نخليها غير شويه لهنا نلحق مش دروحة. نعاود نجيبها نحطها في الزيت ثانية. راح نزيد وحدة أخرى. هذا هو السفنج أخواتي راه يطيب. نطيبو نخليه يتحمر من جهة ونزيد ندور من جهة ثانية. شوفو كيفاش جا خفيف ليه جا هايل. هاي يجي خفيف. هي مازالت لابسه تاع المقله هذيك اللي نحطو فيها شويه نتاع الزيت هايله. هذا هو السفنج تاعنا اخواتي. شوفوا كيفاش يجي. يجي ما شاء الله يجي روعه. راح نشوفو في الطبق نتاع التقديم. راح نحل لكم وحده تشوفوا الداخل كيفاش جا. شوفوا يجي هايل ما شاء الله. تقدروا تقدموه مع السكر كل واحد كيفاش يبغي ياكلو. سكر غلاس ولا سكر كريستاليزي نورمال ولا العسل. البنات نقدموا السفنج تاعنا مع السكر هكذا. نعملوا له شويه تاع السكر راح يجي ما شاء الله. السفنج بحبه الحلاوه. السفنج على طريقتي اليوم عملت فيه خميره فوريه وخميره كيميائيه. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه السفنج في ذوق بالماء يا اخواتي. وانكم جربوها صدقوني جا ما شاء الله. شوفوا نتلاقاو في الخير وعلى خير مع وصفه اخرى ان شاء الله. الى ذلكم الحين تهلاو في رواحكم بزاف. الى اللقاء.